بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا بكل لهجات العرب أهلا بكم في حلقة جديدة من صدى العرب. حلقة النهاردة فيها أكتر من محور وأكتر من مجال للكلام، بس قبل ما أقول عنوان الحلقة عايز أتكلم على مبدأ عند خبراء الاقتصاد بيعتبروه سر نجاح اقتصاد أي دولة. إيه المبدأ ده؟ بيقول إن الاهتمام بالبشر أفضل 1000 مرة من الاهتمام بالحاجة، بمعنى إن اللي اهتم بتدريب وتأهيل وتثقيف وتوظيف الإنسان والارتقاء بفكره أنه يتعامل ويقتحم سوق العمل ده أفضل 100 مرة و1000 مرة أنه يهتم بالصرح أو بالمصنع بالشكل الجمالي اللي هو فيه أو بالتقنيات اللي موجودة. لأن إيه قيمة أن أنا يكون عندي معدة أو تقنية حديثة ومش عارف أشغلها، أو عارف أشغلها ولو عطلت مش عارف أصلحها، أو عارف الاتنين بس مش عارف أستفاد من قيمتها. بس ده هياخدنا لسؤال مهم جدا فارض نفسه، هو في بطالة بالفعل ولا في كسل وتكاسل من الشباب؟ ده سر هنعرفه في نهاية الحلقة. عندنا نماذج محترمة جدا اهتمت بالبشر واهتمت بتنمية البشر، غزت العالم اقتصاديا وثقافيا وبقلها ثقل دولي على مستوى السياسي. الصين نموذج محترم. احنا كلنا عارفين ان الصين 82% من صادراتها للعالم ده معتمدة على إنتاج الأهالي أو المواطنين الصينيين. دور الدولة إيه ودور المواطن إيه؟ حاجة غريبة جدا. الدولة عشان ما تسقلش على نفسها مهام أعباء إن هي توظف الشباب أو الناس مواطنيها، عملت مراكز تدريب وتأهيل لكل فرد صيني راغب في العمل في مجال معين، هي الدولة تأهله للتدريب عن طريق التدريب إن هو يقتحم مجال العمل ويكون ماهر في الصنعة دي، وتسيبه وتاخد منه المنتج، أو إحنا كعرب أو إحنا كالدول العربية كلها أو كل دول العالم بتروح تشتري المنتج الصيني. حاجة غريبة جدا بس حاجة مفيدة ومهمة جدا. في عندنا اليابان، كلنا عارفين إن اليابان قفلت على نفسها حوالي 60 سنة من ساعة القنبلة الذرية وهي شبه جزيرة. فوجئنا بأن اليابان غزت العالم بمنتجات وماركات مسجلة لها جودة ولها أهمية لدرجة أنها كانت بتتحارب من الدول الكبرى. اليابان عندها فلسفة ثقافية خطيرة. بتقول إيه؟ بتقول أنا السنة 12 شهر أنا بتعلم واتدرب 11 شهر وأنتج وأعمل شهر لأربح باقي الدهر. قمة النجاح في الاقتصاد. في دول تانية زي ماليزيا. ماليزيا كان نموذج محترم جدا للارتقاء بالبلد. في 7 سنين بس مهاتير محمد خصص، لما خصص 50% من الدخل القومي لماليزيا للتعليم والتدريب. لاحظوا حضراتكم حاجة، أنا بتكلم على التعليم والتدريب اللي هو تأهيل الناس لاقتحام كل المجالات مهنيا طبيا واقتصاديا وثقافيا وكله نجح. بعد 7 سنين 50% رجعوا 500، نموذج محترم. وعلى المستوى الدول العربية عندي نموذج مشرف جدا ومحترم جدا. احنا قمة الفرح لما تقرير الإنمائي للأمم المتحدة يطلع سنة 2014 ويقول ان دولة الإمارات الشقيقة دولة وصلت لمرحلة التمكين والتنمية في كافة المجالات. دي حاجة تبسطنا وحاجة تفرحنا. الشاهد من كلامي اللي انا عايز اقوله ان فعلا في مثل بيقول او حكمة بتقول لا تعطني السمكة بل علمني كيف أصطاد. ده فايدة وقيمة التدريب والتأهيل، إن احنا نقتحم سوق العمل بمؤهلين. أنا لما أكون جدير بأن أنا أقدم شغلانتي مؤهل لها نفسيا وثقافيا وبدنيا وفكريا من قبل الدولة أو المؤسسة أو الصرح اللي أنا شغال فيه، أكيد هأديها بكفاءة. مردود هيعود علي بقى، هيعود علي كشخص، هيعود علي كبلد، كمجتمع، ككيان، إن أنا بأدي بفلسفة ثقافية محترمة جدا. لكن في حاجة غريبة بتحصل في سوق العمل. أصحاب المصانع أو الشركات أو حتى القطاع العام بيطلب وظائف ويتقدم لها شباب ويترفض. معادلة غريبة لها سر، هنعرف سرها مع ضيفي اللي هيشرفني في الاستوديو. هيكون ضيفي أنا وزميلتي العزيزة أمان الموجي، هنحاوره لأن الراجل ده جاي بفكرة راقي جدا محترم، صاحب رؤية، معاه موضوع فريد وجديد هيطبقه في مصر علشان خاطر حبه في مصر والمصريين. فكره ان هو يأهل الشباب المصري لاقتحام او دخول سوق العمل في دول الخليج يكون مؤهل، مش مجرد ان هو يروح يعني اعتباطي او عشوائي، لا، يروح يتقبل بناء على معطيات طلبات السوق، تأهيله هو للشباب المصري.
ضيفي هو الخبير الدولي في مجال التنمية البشرية. السي في بتاعه بصراحة يخض من قوته ومن مهاراته اللي هو مكتسبها على مدار عمله في مضمار التنمية البشرية، وهو المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الإمارات. أكررها تاني، مصر الإمارات، عجبني المسمى طبعا، ده من دافع حب وحس وطني سماها مصر الإمارات للتنمية والاستشارات. وهو الأمين العام للمؤتمر الثاني، مؤتمر الريادة والتميز والابتكار. ضيفي هيكون بعد الفاصل هو الدكتور عبد الحميد الرميسي، هيشرفني إن شاء الله تعالى أنا وزميلتي أمان الموجي. بس ما ينفعش، حاجة عايز أقولها بجد دي من قلبي وقلب كل المصريين، ما ينفعش أجيب سيرة الإمارات وتعدي كده مرور الكرام. الإمارات دي لها عشق في مصر، الإمارات والقيادة، شعب وقيادة. مين فينا يقدر ينسى طيب الله ثراه الشيخ زايد، اللي عمله في مصر وحب المصريين ليه؟ عايز أقول له وهو في دار الحق، طيب الله ثراك يا شيخ زايد، أنت في دار الحج وإحنا ما بنجامل، والله ليك في قلوب المصريين عشق، ولما تيجي سيرة الأصل والرجال اللي حافظوا على العهد والوعد بينور قدامنا الاسم، حكاياتك في مصر بنسطرها بمية ذهب يا حكيم العرب، يلي افتكرت مصر وانت على فراش الموت ووصيت عليها، من قلوب كل المصريين بندعي رب العباد ارزق عبدك الفردوس الأعلى، ده ابن الأصول والأصل. بعد الفاصل مع صدى العرب وكل العرب. صدى العرب، أقوى المواقع العربية، أخبار سياسية واقتصادية وفنية ورياضية، أجرأ الحوارات والتحقيقات، يهتم بالشأن العربي، يسلط الضوء ويقدم الحلول. صدى العرب لكل العرب. السوق العربية، جريدة اقتصادية تتبنى قضايا الاقتصاد العربي، أقوى التحقيقات وأجرأ الحوارات. نتبنى قضايا المواطن المصري والعربي، لا نكتفي بعرض القضايا لكننا نسعى لتقديم الحلول، نحاور أهم وأبرز الشخصيات العربية. كل هذا وأكثر فقط على صفحات السوق العربية. السوق العربية، جريدة أسبوعية متخصصة تصدر كل أحد. علاقة الفلاح بأرضه علاقة ممتدة من جدوده وجدود جدوده لأصغر عيل في أحفاده. كل ساعة بيقضيها من يومه في أرضه، من طلعة الشمس وتحت نارها وحرها وحتى في عز البرد والمطر، بتقوى علاقتهم وتنميها. كل حبة عرق بتنزل من جبينه وتروي تراب غيطه بتخلق شعور حقيقي بالارتباط، وفرحة المحصول وهو بيحصده بتنسيه أي تعب وتعوض الشقة والانتظار. لما واحدة من مواشي بتعيا ولا ترقد، عارفين وحاسين بالقلق والخوف اللي بيحس بيه صاحبها، مقدرين سهروا جنبها بالليالي بالأكل والعلم لحد ما تتردلها صحتها، ما هي دي ثروتهم. الحمل اللي على الكتاف يمكن يكون أتقل بكتير من مجرد شكارة كيماوي ولا تقاوي. مشاكلهم مش بس بنسمعها في مكالمة تليفون، مشاكلهم بنعيشها معاهم، الهم واحد والحمل بتشيله كتفنا جنب كتفه. الزراعية مباشر، مصلحة الفلاح مصلحة وطن. الزراعية مباشر، تشاهدونه في الأوقات التالية على مصر الزراعية.
الشارع المصري فيه حكايات كتير من الحقيقي ومن اللي لازم نتأكد منه. ودي هتكون مهمتنا، إننا ندور على الحقيقة مهما كانت صعبة أو بعيدة. هننزل الشارع ونكون وسطيكم، هننقل مشاكلكم ونسمع حكاويكم في الشارع المصري. تشاهدونه في الأوقات التالية على مصر الزراعية. إن الله لا يطلع على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو مشاهد. سيدنا آدم استغفر الله سبحانه وتعالى وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى وألح على ربنا، ربنا بيحب الإلحاح. بركات التوحيد ليس لها حصر. شفت بركات الإيمان والتوحيد جميلة إزاي؟ الله أكبر الله أكبر، تردد وراه لحد ما يخلص الأذان. لو أنت قلت الأذان زي المؤذن ما بيقوله، بشرط أن أنت تقوله بإخلاص تدخل الجنة. كل كلمة حرام بقولها بتأثر في قلبي، كل خاطرة حرام بتمر بقلبي وبعقلي كده بتأثر في قلبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قبل الأذان بدقيقة أنا بمتنع عن الأكل والشرب، فإصرارك ده هو اللي هيدخلك في نطاق القطيعة عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك، يفتح لك، يرزقك، يسترك، يجبرك. لازم تمشي صح. هدى للمتقين تشاهدونه في الأوقات التالية على مصر الزراعية. مشاهدينا في كل مكان، بتجدد التحية من صدى العرب بكل لهجات العرب. وهرجع لموضوع حلقة النهاردة، بنتكلم عن دور التنمية البشرية في دعم الاقتصاد والرقي والتقدم بكافة الدول وخاصة الدول العربية. برحب بزميلتي الإعلامية المتألقة اللي هتدير معايا الحوار النهاردة، أماني الموجي. شرفتنا أماني. وضيفي المحترم، بس قبل ما أقول اسمه وعايز أقتبس منه حاجة سريعة كده، هو كان قالها على لسانه لما سأله أحد أصدقائه، قال له من أنت وماذا تريد؟ قال أنا فلاح مزارع، أزرع هذه الأرض ببذور الحب، بشتلات المعرفة، بأشجار العطاء. أنا غواص أجمع المحار، أبحث عن اللآلئ، أنفض عنها الغبار. أنا على يقين بأن الحصاد دوما يكون مزيدا من الحب لهذه الأرض ومزيدا من العطاء لهذا الإنسان. واللآلئ مهما صغرت في الحجم فإنها ستشع بريقا، أنا وقبل كل شيء متدرب. قال ده لأن هو فاهم أهمية التدريب. ضيف النهاردة الخبير الدولي في التنمية البشرية والاستشارات الدكتور عبد الحميد الرميسي. شرفتنا دكتور في صدى العرب. دكتور عبد الحميد، في بداية بنرحب بحضرتك وبنرحب بدولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعبا. في بداية الأمر عايزين نطرح على حضرتك سؤال، ان احنا نفهم ايه هو المركز عند حضرتك، وليه اتجاهاتك جت للشباب العربي بالاخص الشباب المصري لتقدمه في العمل. ورشة العمل بتطرحها بايه، واشمعنى حضرتك اخترت الشباب المصري بالاخص؟ احنا مكتبنا اسمه مصر الامارات للتدريب والاستشارات، وبالتالي المكتب اساسا يستهدف المساهمة في تنمية الإنسان، تنمية الموارد البشرية. لماذا اخترنا الشباب؟ لأنه هذا أنا خط الحقيقة، يعني أنا بدأت حياتي المهنية وحصرتها تحديدا في التركيز على الشباب وبالذات الشباب الباحث عن عمل.
لأنه هم أساسا ركيزة البلد، هم محور التنمية. إحنا لما نتكلم عن التنمية، التنمية لمن؟ التنمية لهذا الإنسان. والإنسان طبعا إحنا في الدول العربية بالذات نحن دول شابة، وبالتالي الشباب يمثل أغلبية في دولنا العربية. في دولنا العربية. ولذلك مكتبنا أو الجهود اللي حنعملها هي امتداد لما قدمناه بالإمارات، أو بالأحرى تجربتنا بالإمارات. إحنا أيضا نقلنا جزء منها لمملكة البحرين، نقلنا جزء منها للمملكة العربية السعودية، والآن نحن إلى في جمهورية مصر العربية. لماذا؟ لأنه اليوم المناخ في مصر من كافة الاتجاهات، يعني يمين يسار شمال جنوب شرق غرب، شباب 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 شباب. أيوة مصر شباب بطبيعة. بالضبط. لا، القضايا اللي احنا نلمسها اليوم في كل مكان هي منبعها شباب ونهايات. يعني شباب ممكن جدا انهم يجيبوها يمين او يجيبوها يسار. ولذلك ضروري جدا يعني انه او كان طبيعي جدا نحن ناتي الى او نركز هنا، اضافه الى ان طبعا وجودنا هنا في مصر هو محاوله لرد جزء من الجميل. يعني احنا منتجات مصريه، يعني نحن بالخليج درسونا مصريين، اشتغلنا مع مصريين، وبالتالي سواء كان من الابتدائيه الثانويه الجامعه حياتي المهنية أنا أول ما اشتغلت، والآن أنا الأوان. إذا كان واحد لديه شيء ممكن أن يساهم به، فهذا هو رد، نوع من رد الجميل أو بالأحرى المحاولة. أستاذ عبد الحميد، دكتور عبد الحميد، حضرتك سألني في كلام حضرتك أن الشباب المصري، هل حضرتك شايف أن الشباب المصري عندنا بالفعل في مصر في بطالة أم كسل من الشباب؟ والله شوفي، هو الاتجاه ليس مصريا، هو اتجاه عالمي. قضايا الشباب التي احنا نتكلم عليها اليوم في مصر او هي موجوده بالامارات، هي موجوده بالسعوديه، هي موجوده في امريكا، هي موجوده في فرنسا. في كل مكان. يمكن في هنا في مصر له خصوصيه بسيطه، لكن بشكل عام الشباب هذا الجيل يختلف عن جيلنا. هذا الجيل يعني تاريخيا احنا لو اخذنا ان احنا بالسبعينات العالم كان يمر بمرحله كان التركيز فيها على نحن. تركز على نحن. بعدها جت مرحله ثانيه، اللي هي تقريبا من التسعينات الى الالفين، اللي هو انا. الان. انه بس انا ومن خلف الطوفان. المرحله الجديده الآن اللي احنا نمر بها هي مرحلة اعطيني. يعني أسوأ من السابقة. سابقة كانت يهمني بس أنا، الآن لا، اديني بس. من غير عمل. بالضبط. يعني حضرتك شايف ان الشاب عايز ياخد كل شيء، عايز يطلع السلم من آخره وليس من أوله. هو بس مقصود حضرتك هو بس كده. بس لحظة. هذا الله يسلمك، قبل 10-20 سنة كان كلامك صحيح. عايز يطلع السلم من اخر سلمه. الان هو مش عايز يطلع، مش عايز يطلع، هو مش عايز يعني هو ترك السلم اثر. بالظبط، هو عايز بس ينط. حتى يعني عايز ياخد فقط لا غير. اسمحوا لي، انا عايز اقول بس في طرح موجود في الشارع عشان نقول كل الزوانه. كلام حضرتك طبعا موجود بحس وطن ومتخصص، لكن في الشارع ايه اللي بيحصل؟ الشاب بيطلع بيقول فين فرصه العمل علشان اشتغل، وبيروح يشتغل او يقدم السي في بتاعه في اكتر من مصلحه ويترفض، حتى لو كان هو خد الشهاده وفي تقصير، مش مؤهل نفسيا او بدنيا او فكريا يستوعب او يتماشى مع الوظيفه. اللي انا عايز اقوله حاجه، دور مين ان هو يأهله بعد الشهاده؟ لا، هو الفكره يا استاذ صاهم مش عمليه ان هو يأهله بعد الشهاده، هو الفكره اللي عايزين برضك حضرتك تقترحها علينا، لان حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، ان الشاب عايز ياخد وما يشتغلش حتى، يعني ولا يعني لغى السلم خالص. الحته اللي انا عايزه حضرتك توضحها لنا، هل الشباب حاليا بقى عنده فكر ثقافي ان انا لازم اخد شهاده بكالوريوس تجاره يبقى لازم اشتغل، وهو بيجيب مقبول، يعني الاغلبيه بتجيب مقبول، ان انا لازم اشتغل والحكومه هي اللي تشغلني، او ان انا اشتغل اطلع محاسب،
الفكرة هنا مختلف ما بين الدول العربية وما بين أوروبا، وده اللي طبقوه عند حضرتك في الإمارات. إن الشاب من دولة عايز يشتغل في نفس المهنة زي ما قلنا، لكن في أوروبا بتختلف، بيثقف أو بياخد الشهادة لتثقيفه لنفسه فقط لغير، لكن بيعمل ممكن يكون واخد طب وبيعمل في مجال آخر، ممكن بكالوريوس تجارة وبيعمل عامل نظافة أو جرسون أو كذا، فما بيعبوش شيء غير كلمة البطالة. هل حضرتك توضح الأمر ده إزاي؟ شوفي، أنا برجع أول شيء للنقطة اللي أشارها الأستاذ طه اللي هي أنه نحن أمام جيل لماذا لا يريد أن يعمل؟ نسأل أنفسنا، يعني نحن لماذا مش عايز يشتغل؟ نحن نتكلم على دولة اللي هي مصر أخذت الريادة في كل شيء. يعني مصر هي الرائدة في التعليم، هي الرائدة بالفن، هي الرائدة بالأدب، هي الرائدة في الصناعة. أول سيارة في الشرق الأوسط صنعت في مصر. ما ننساش منتجات المصرية الرائدة في النسيج، ما ننساش الريادة في صناعة الأحذية. يعني الريادة كانت لمصر من الخمسينات بالذات تحديدا إلى تقريبا السبعينات، هاي كانت رائدة. ما الذي حدث؟ طيب، الرائدة في تصميم السد العالي شاهد كبير جيد. إذن شو الفرق؟ ذاك الجيل كان لديه ارتباط بمصر وببلده ووطنيته بدرجة عالية جدا. لذلك يعني لذلك أنا أستحضر، وأنا دائما وأبدا أستحضر مقولة مصطفى كامل لما قال لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. هذا الاعتزاز، هذا الفخر بالإنسان المصري يعتز بمصريته. والبحوث العالمية، وأنا واحد من الناس في التناغم الثقافي، تشير البحوث أنه المصريين هو أقل الشخص على المستوى العالم العربي الذي يقبل بالتخلي عن جنسيته. صحيح، هاي إحصائيات موجودة. صحيح. جميل. طيب، ولذلك كان المصري عندما كان اللي كان بالفن كان يشتغل من قلبه، أوكي، اللي كان في بالمصنع، فبالتالي الكل كان يشتغل من قلب، أوكي، ويشتغل للبلد لأنه المنتج هذا سيمثل بلده. هذا كان زمانا. صح. جميل. أيوة. الآن اللي حدث، اللي التغيير اللي صار، أنه الآن هذه قلت المواطن. أيوة. وأنا أقول لك ليس في مصر فقط، نحن أيضا لدينا عندنا بالإمارات هذا الشعور بدأ يحدث. أيوة. ومن 4 سنوات تقريبا بدأنا جهد جديد، حكومة. أيوة. دولة الإمارات طرحت، وبالذات تحديدا في نائب رئيس الوزراء، أوكي، الشيخ سيد بن زايد، طرح شيء اسمه المواطنة الإيجابية. أي. وبالتالي المواطنة الإيجابية تعني أنه يا أخي العزيز لا تسأل بلدك شو تعطيك، اسأل نفسك أنت شو تعطيك. أي. هنا نحن نستحضر 3 عناصر. أوكي. رقم 1، أفلاطون عندما تكلم عن الجمهورية المثالية، أوكي، بناها على أساس العلم. أي. كندي، جون كندي، لما تكلم ومقولة المشهورة لا تسأل ماذا ستعطيك بلدك ولكن اسأل ماذا ستعطيها. نفس الشيء الآن نحن نواجه، وبالتالي طرح المفهوم المواطنة الإيجابية، وبدأ الجميع يعزف سيمفونية واحدة في البلد. أيوة. أنه يا شباب، أوكي، ماذا ستقدم؟ رجعت. جميل. نحن. أيوة، رجعت. أيوة. نحن. أيوة. بالضبط. ده بيختلف يا دكتور عن ثقافة حفظ النعمة اللي حضرتك أو ايه مسمى ثقافة حفظ النعمة اللي حضرتك عايز تنشرها؟ نعم، الله يسمك. ثقافة حفظ النعمة هي جزء منه، هو انه انت يا اخي العزيز يعني بعطيك مثال. اوكي. اخر، انا اركب تاكسي واجلس مع السائق ويقول لي ده احنا غلابة. ومرتبي 2000 جنيه. وانا عندي اولاد. قلت له طيب انت شو عايز؟ قال، ولذلك هذا التذمر أو التململ. شو عايزين؟ قال لك عايز أسافر. أي. تترك بلدك. الـ2000 جنيه ما تكفيك؟ يقول ما تكفيك. قال طيب خلينا نشوف تحتاج كم؟ قال يدوب 3. قلت له والله لو جاتك 5 مش حتكفيك. إذا نحن خلينا نشتغل قناعات. خلينا نشتغل على 2000. أي. خلينا نشوف كيف ممكن توفر الـ2000. ما أنا لابد أن أخرج من قناعة أنه ليس لدي أكثر من 2000. صح. جميل. أبدأ شو حأعمل؟ أنا ببدأ من الصباح، أول ما أصحى صباحا وأنا أفرش أسناني
وامسك الميه الحنفيه كذا وسكرها لغايه ما اخلص وافتحها. اهو كم معنى وفرت كثير سلوكيات. فبالتالي انا اذا بدات اقنن في سلوكياتي في مصروفاتي ابتداء من الماء من الكهرباء. طيب انا حطيت الفيشه عشان اسوي التشارج ومشيت شلت تلفوني سكره عشان ما يصرف اللمبه سكرها. طيب انا لو تحسب على مدى الشهر او انت وفرت 50 جنيه هنا وهنا وفرت 30 جنيه وهنا 100 اوكي. المقتنيات احنا الان اصبح سقف التوقعات لدى الشعب ارتفع عالي جدا جدا. الان عايز اخر موديل بالتلفون بينما انت شو عايز؟ انت عايز تلفون انت عايز حد تكلمه وخلاص. جيد. فبالتالي اذا احنا قاعدين نتكلم على اذا بدا الانسان يقتنع بهاي هذه اللي نتكلم عليه المواطنه الايجابيه، وهذا ما نحاول حاليا ان نطرحه هنا في مصر. ان احنا نبدا نؤصل مفهوم المواطنه الايجابيه، لانك اذا استطعت ان تفعل ذلك بديت تشتغل صح. ولذلك يعني انا استحضر المؤتمر شرم الشيخ الاخير جاي مؤتمر الشباب هو ياتي ضمن هذا المساق، لانه هو الان يقول لك اوكي تمكين الشباب. تمكين الشباب انت شو عايزين يا جماعه؟ اوكي عايزين حد يسمعكم؟ اوكي حنسمعكم. واحد بس كمان انتوا اذا كنتوا عايزين حاجه من عندنا قولوا لي انتوا حتعملوا ايه؟ يعني ماذا ستفعل؟ تتكلم لي مساعة لازم تتدرب بانك انت تكون متمكن في المكان اللي انت طالب انك تكون على فرص التوظف. جميل. انا اقدر اقول لك ان هناك وظائف حاليا شاغره في مصر، مش هقول برا، في مصر. احنا تكلمنا مع شركات عايزين مصريين. احنا ده لو قلنا ان في فجوه ما بين سوق العمل وتطلباته هذا صحيح، وبين اللي هو التكاسل الشباب يعني. صحيح. لانه شوف شبابنا جيد طيبين. شبابنا طيبين، الجينات ما زالت قائمه وكبيره وعامل الخبره يعني لسه جيد. ما كانش بس هم مع الـ انا اعتقد انه اللي حدث في ثوره يناير جيد ماذا فعلت؟ اوكي ارهاصاتها انه طلعت انه الشاب اوكي خلاص يقدر يهد الدنيا. انا شاب وانا اقدر اعمل كل شيء، اذا كان هديت الرئيس ليش ما اهد شيء ثاني؟ وبالتالي اصبحت هناك النظره او النزعه التهديم اللي هو الكسر، مش بناء انما اتجاه سلبي. صح. انا الان وبعدين طبعا لا تنسى شيء انه البلد مستهدفه من الداخل وليس من الخارج. جميل. الاغلبيه ايوه من الداخل. فبالتالي انت لما تيجي عندك الان مع هذا المحاولات للهدم وتجد ارض خصبه لدى الشباب انه كذا كذا كذا، تلاقيهم الناس يصرخوا ويقولوا ويهدموا وكلام سلبي من غير ما يعرفوا حتى معناته. طيب انا دورنا، انا اعتقد انه دورنا نحن كناس نهتم ونقتنع بها، سواء كانوا في الاعلام سواء كانوا في الادب سواء كان في كل مكان بالفن بكل شيء، علينا ان نغير ذلك. ليس بالنصح لانهم مش عايزين يسمعوا، انما بالسلوك. انا تغيير السلوكيات. ايوه اذا استطعت ان اغير السلوكيات وبدأت انا اقنعهم انه يا جماعه ترى لا لحظه 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 اوكي خليني وانا لدي الفرص. يعني احنا الان بدانا مشروع التوظيف وتشغيل العماله المصريه من خلال اول شيء عاملينه ان احنا حنعمل جرد للمصريين اللي برا اوكي وشو مشاكلهم وشو القضايا اللي يعترضوها، وبعدين حنتكلم على تاهيل هؤلاء. هو مش تاهيل يعني، هو شو تذكير ممكن ايوه هو اعداد ممكن. لا هو اعدادهم كمان عشان يعملوا في دول الخليج. أيوة. في المؤهلين يعني انت اليوم قاعد تتكلم على يعني اعطيك شغله بسيطه، نحن اخذنا احدى الاخوات وجت تشتغل عندنا في مكتبنا في الامارات. جميل. اكتشفنا انه نحن لدينا بالامارات ابجديات اللي هو الايميل اوتلوك. الاوتلوك هذا من ابجديات. ما فيش حد يدور شغل ما يعرفهاش. صح. هنا وجدنا كانه هي يعني زي ما يقولوا يعني فزاعه او حاجه كبيره. ايوه حاجه كبيرة. مش عارفه ومش عارفين. طيب فبالتالي احنا قاعدين نحاول ان احنا نركز على جوانب معينه سلوكيه، جوانب مهاريه
أوكي؟ وجوانب معرفية بحيث أنك تتلم الرصيد الموجود المعرفة الذي لديه وتؤطره وتضعه بشكل مقبول أو بالأحرى مرغوب. دكتور عبد الحميد، حضرتك شايف الأيام اللي فاتت هجوم وانشقاقات كبيرة، وهذه موجودة في الإعلام بس، بأن السعودية فيها خلاف مع مصر، بأن الإمارات ابتدت تغير مش عارف إيه مع مصر، إن كذا، هل شايف دون على أرض الواقع حضرتك حاصل، أم هو شو إعلامي من بعض الإعلام المتآمر؟ والله شوفي، أنا قالوا لي، أنا طبعا متواجد هنا وكنت البارحة رجعت ونصحوني بعض الإخوان أنه على يوم الخميس هذا الجاي لازم تطلع الفترة ما بين 4 إلى 11 نوفمبر لا تكون في مصر. لماذا؟ قالوا حتحدث وستحدث، وأنا جوابي كان ببساطة شديدة، هو أنا أحسن من الجندي الموجود هناك؟ هو أنا أحسن من عم رجب اللي هو البواب البناية؟ ما سيحدث لهم، سيحدث لي إن كان سيحدث شيء. أوكي. إنما إن شاء الله مش يحصل حاجة، هو لن يحدث، بس أنا قصدي كيف؟ قصدي أنه إذا نحن الإعلام الآن يعني بالذات يعني لحظي شيء، عدونا أوكي أكثر ذكاء ودهاء مننا. صحيح أنه هو عنده أدوات السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي قاعد يستخدمها استخدام ذكي بحرفنا. أوكي. متدربين عليه. أيوة. وهم طبعا هي الآن المفروض نغير اسمها، هي مش تواصل، هي الكسر الاجتماعي. التباعد الاجتماعي. فلذلك هم في هذا المجال قوي جدا، ويوميا الواحد يستلم لهم فوق 10 الرسائل كذا 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 كذا. فبالتالي الإعلام، أي نعم الإعلام، يعني أنا لا أتصور إنه الأبواق الإعلامية المضادة السلبية تمثل أغلبية، إنما هم أبواقهم أعلى. يعني يعمل لك الظاهرين. أيوة بالضبط. يعمل لك القرقعة، الفرقعات هاي القوية جدا. اللي تصور انه البلد كلها كده. وهي البلد مش كده، هي جزئية بلد مستقرة وفيها شغل وعمل جدا جدا. ولذلك احنا علينا، يعني انا قلت حق جماعة الاخوان، قلت لهم يا جماعة انا قاعد اتكلم على عندنا مؤتمر جاي وقاعدين نقول حق الناس تعالوا، معقولة اني انا ححرب؟ لا تحية حضرتك المؤتمر. أبدا مش معقولة. حضرتك شايف النظرة بتاعت الدول العربية فعلا في اختلافات مع مصر، ولا الدول العربية واقفة مع مصر وهي عمود الخيمة العربية زي ما بيقولوا في الإمارات وفي السعودية وفي الكويت وفي البحرين في هذه الدول جميعا؟ والله شوفي، أنا ما شايف أنه أي حدث أي تغيير. أي موقف الدول العربية الخليج وغير الدول العربية هو موقف مع مصر لسبب بسيط، لأنه هذا ليس خيار. إحنا لو كان هناك خيارات كان الواحد ممكن، لكن هذا مصير واحد. يعني إحنا ليس أمامنا خيار أبدا إلا أن نكون مع بعض، إذا لم نكن فلن نكون. جيد. فبالتالي لم يحدث، إنما زي ما قلت أنه الفرقعات اللي صايرة الإعلامية عملوها، يعني هذه الاختلافات بس موجودة في الإعلام وليس على أرض الواقع. لم نسمع. نسمع. أيوه. أوكي. لغاية هذه اللحظة لم نسمع أي تصريح من مسؤول في أي دولة أوكي يتحدث سلبا عن أو يتحدث عن الجوانب اللي يقولون في مشاكل. لم نسمع شيئا. والله يا دكتور تحية لحضرتك من قلبي، والله إنك أنت قلت إن أنا مش أحسن من الجندي اللي واقف في الجبهة ولا عمي فلان، لأن ارتباط الدول العربية كلها أشقاء عرب وكله بيخاف على مصر. ومفيش بديل للخيار، ما عندناش رفاهية خيار إن احنا لازم نمد واصل التواصل العربي بكل الدول العربية. بس ده هيرجعني للمؤتمر المسمى الجميل بتاعه، اختياره الريادة والابتكار والتركيز. الاسم الحلو ده وراه ايه؟ وراه لان الله يسلمك، نحن نعيش في السوق العالمي ككل يعيش تنافس منافسة. فاللي حدث قبل حوالي 20 سنة اوكي، الدول الغربية بدأت على اساس تضيق الخناق على الدول النامية أوكي. فطرح وقال لك يا أخي إحنا لن نأخذ شيئا إلا بمعايير معينة. أوكي. وطرحت أسست مؤسسة لمنظمة الأيزو.
اوكي اللي تسمى انها هي منظمه الجوده. أيوة. اوكي والكل تسابق انه ياخذ شهاده الايزو شهاده الجوده. والناس تصورت انه من يحصل على شهاده الايزو معناته منتجه جيد. وهذا طبعا خطا تماما. لانه شهاده الايزو لا علاقه لها بجوده المنتج. انما علاقتها بجوده الاجراءات والتوثيق. جميل. انما كان المقصود فيه انه نكون على مستوى واحد معياري. جميل جدا. الان الكل دخل بيها. جميل. نحن ما زلنا امامنا السوق عايزين ننافس. لذلك كيف نستطيع ان ننافس؟ لذلك طرح مفهوم الرياده والابتكار والتميز. وهذه خلال السنوات الخمس او الست اللي فاتت الكل يتكلم على الرياده والتميز وكذا. فنحن ماذا فعلنا؟ احنا من العام الماضي بدأنا سلسلة مؤتمرات. مؤتمر الريادة والابتكار والتميز. الأول كان في دبي. والسنة الثانية حيكون هنا في القاهرة إن شاء الله. الهدف منه ليس طرح أطروحات نظرية. لأن الأطروحات النظرية اليوم تفتح أنت جوجل هتلاقي كل شيء. إنما إحنا نحن نريد أن ننقل تجارب عملية. تجارب عملية. أفضل الممارسات. الآن نحن لذلك سنبدأ مؤتمرنا الجلسة الافتتاحية بمحاضرة إبراهيم المهندس معالي إبراهيم محلب. أوكي. لماذا؟ لأنه أتى في وقت عصيب طبعا. نعم يعني صح. أسوأ يعني أصعب مرحلة في تاريخ مصر الحديث هو أتى بها. جميل. ومع ذلك تميز. جميل. والآن فنحن ماذا نريد أن نقول؟ نقول أننا في وقت الأزمات نحن في أشد الحاجة أكثر حاجة للتميز والابتكار من أوقات الراحة. لأنه في ناس تقول لك شهادة التميز نخليه لما نكون الأمور الاقتصادية جيدة رفاهية. بالضبط. العكس صحيح. نحن الآن أكثر حاجة. لماذا؟ لأنك لكي تنافس مطلوب العمل الآن. إن لم تتميز الآن ليس المطلوب فقط أن تقول والله جودة جيدة. لأن الكل يعمل جيدة. الكل يعمل جودة جيدة. إحنا قاعدين نتكلم على رجوع الريادة عن غيرك. رجوع الريادة. بالضبط. أنك تتكلم على. ولذلك ضمن فعاليات المؤتمر بيكون تكريم لعدد من الرواد سواء كانت مؤسسات أو أفراد اللي سيتم تكريمهم في مجال الريادة والابتكار والتميز. ممكن نأخذ انفرادة كده في صدى العرب يعني نعرف حتى بعض الأسماء اللي تكرم. بعض الأسماء. أنا عارف حاجة منهم بس يعني يهمنا أسمعها من حضرتك. إن شاء الله. نحن لدينا الله يسلمك أعتقد سيتم تكريم 5 أفراد وجهات من مصر. اللي هم معالي إبراهيم المهندس إبراهيم محلب. أوكي. وحياخذ وسام الريادة والتميز القيادة والتميز. جميل. عندنا الهيئة الهندسية في القوات المسلحة. منا كل التحية. نعم يعني الحقيقة احنا نديها يعني سلام بأمانة شديدة. مقدما هي ودكتور ألف مبروك. أماني بيعملوه إعجاز وإنجاز. الثلاثة عندنا معا للعشوائيات لتطوير العشوائيات الفنان محمد صبحي. جميل. ولدينا يعني وطبعا تحيا مصر هي الجهة الأخرى التي بتكون سيتم إن شاء الله. احنا بنحيي حضرتك. هذا من مصر. وطبعا عندنا احنا من الإمارات عندنا حوالي 5. عندنا من السعودية اعتقد 1 أو 2. ولدينا من الصين تم تكريم جهتين من فيتنام من تايوان. وبالتالي هذه المجموعة يعني يشكل تكريما وتكريم مجرد تقديرا لما قدموا سواء كان في مجال الريادة روادا في مجالهم أو تميزا في أدائهم. دكتور عبد الحميد حضرتك قلت إن احنا انتوا بتدربوا العمالة المصرية ليكونوا بديل للعمالة الأسيوية بدول الخليج. عايزين ناخد من حضرتك شكل مبسط عن هذا الموضوع. شوفي احنا الآن يعني أعطيك أنا مثال بسيط إنه على مستوى الإمارات. تمام. أيوة. احنا عندنا الكهربائيين والنجارين والسباكين جميعهم من جنسيه واحده بنغلاديش. ايوه. جميل. ال- 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 هؤلاء هذه الجنسيه كان لها مشاكل اخلاقيه يعني بعض الجرائم حدثت عندنا بعض التجاوزات بالامارات وبالتالي الناس بدات يعني لا ترغب بهم. أيوة. لكن ليس لدينا خيار. أيوة. الان نحن وجدنا انه
الميكان. انا جيت هنا ما هو ما فيش بنغلاديش كله مصريين. السباك والكهربائي والنجار. أيوه. طيب نحن لماذا لا ناخذ هؤلاء يروحون هناك؟ رقم واحد سهولة التواصل، يعني ربة البيت بدل ما تتكلم عربي وانجلي مكسر صح. حتكلمه وتقول له كذا 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 هو يستطيع أن يشرح لها صح. وبعدين جودة أيوه. خصوصا أنه طبعا اللي شجعنا حقيقة أنه الآن وزارة التجارة هنا في مصر بدأوا امتحانات أيوه. عندهم الآن معايير لسباك درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة، وسيتم خلال ال5 سنوات القادمة أي سباك في مصر حيكون ما يفتح ورشة إلا يكون مرخص أيوه. عنده تأهيل أنه بالدرجة، وهذا طبعا يتوافق ضمن معايير عالمية يعني. فبالتالي إذا جيد إحنا حناخذ هؤلاء، وهذا أحد المجالات. أنت طلبتي مني مثال واحد فهذه هذا احد الامثله، بس لدينا ايضا دي هتمشي على جميع المهن بقى. طبعا احنا نتكلم كمان يعني خذين المهن اوكي. اليوم احنا لما نطلع للفنادق ال5 نجوم في مصر اوكي، ونجد كل الناس اللي يشتغلون مصريين وبدرجه عاليه من المهنيه صح جميل، لا يقل عن نظرائهم في اي بلد اخر صح. طيب احنا لماذا ما نستعين لا تجد مصري في الانتركونتيننتال الامارات و الى اخر في الفنادق هاي ال5 نجوم لماذا؟ جيد هنا عندك نقطتين. النقطه الاولى هي انه في المصري نفسه تعرفي يعني الان اي شخص يغترب عن بلده عليه ان يدرك شغله بسيطه، وهي انني اغتربت تركت بلدي لكي اكسب كم 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 درهم أوكي. كم جنيه حتى أستطيع أن أبني لي شيئا في بلدي، ترى هو العودة هنا. عدد من المغتربين مع الأسف الشديد عندما يروح هناك ينسى هذه الحقيقة ويبدأ يعيش كأنه مقيم هناك وعايز يتفسح وإلى آخر، وبالتالي المرتب اللي يستلمه لا يكفي لانه عايز يطلع سيما وعايز يطلع الكافيه. طب انت لما يا حبيبي انت لما تطلع على الستاربكس تدفع كم؟ تروح المكان الفلاني تدفع كم؟ كذا كذا كذا. لا 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 خليني انا انتهز فرصه انه اريد ابني، انا عايز ابني لي بيت، ابني لي اسره، ابني لي مشروع، ابني لي مشروع بالضبط ايوه. وانقل الخبره اللي انا اكتسبتها هناك ممكن يكون صحيح. في بلد. لذلك احنا عايزين هذه الجزئيه من التدريب، ان اخي العزيز انت طالع بس حط في بالك هذه بلدك وانت حترجع، وبالتالي انت رايح في مهمه معينه ولست انت مش رايح للسياحيه، ليست رايح للاستجمام، لا لا انت رايح عمل، انت مهمه ويعني والبيت الشعر اللي يقول بلادي وان جارت علي عزيزه، يعني وين ما تطلع ما هو ترجع انت بعد الوطن ما فيش أبداً. يعني احنا كدوله الامارات او الدول العربيه كل يعني بنحبها لانها دول شقيقه يعني بنعتبرها دولنا، لكن بردك الأساس هو مصر، حبنا يرجع لمصر الأساس اللي هو الوطن، زي ما حضرتك في مصر وبتعشقها وبتعمل من أجلها، بس في الآخر هي الإمارات هي الوطن بتاع حضرتك اللي هي في القلب صحيح. أو بتجري في الدم، فإحنا نفسنا إن شاء الله بإذن الله نرجع للمصريين يرجعوا تاني حبهم للبلد ويبقى فيه نحن وليس أنا صحيح. الأنا لا لا هذا ما نأمل ولا يعني. وبعدين يعني لما تسمع يعني مظاهر العبارة اللي غرق فيها الشباب يعني هي الهجرة غير الشرعية بالضبط، يعني هذه أنا ممكن أوكي يعني حتى لما تأخذ من شاد الشباب اللي يطلعوا من شاد وطالعين أوروبا وكذا ويموتوا بالبحر الأبيض المتوسط وكذا كذا كذا تقول أوكي يعني تقول إنما مصريين يتركوا بلدهم. وبعدين أنا ما عنديش مشاكل لو كانوا طالعين هم عارفين لماذا طالعين، هم لو كان لديه هدف وبالتالي عنده يعني هدف معين عايز يوصله اوكي، هم طالعين بلا هدف، هم طالعين بس مش عايزين هنا. وممكن الشباب حضرتك اللي طالع ودافع ب50 و60 ألف جنيه عشان رايح يموت وهو طالع اصلا بلا عمل ولا هدف صحيح. ممكن تتجمع انت وثلاثة من الشباب اللي طالعين وتعملوا مشروع وتنشئوا شيء كويس وتنتجوا صحيح. وفي بلدكم. فدي نظرية خاطئة، وأنا يعني دايما بتحدث فيها للشباب ليه بتعملوا كده؟ بلدكم جميلة كل مرتبط بيها، يعني حضرتك من دولة الإمارات الشقيقة وبتحب مصر وجاي تعمل
فكر في مصر جديد وبتساعد أبناء المصريين اللي هو أنت بتعتبرهم إن الدولتين واحد، فليه المصريين بيعملوا كده في بلدهم؟ ما هي الدور الحيوي على التنمية البشرية إن هو يعيد تأهيل الشباب دي. صح؟ لا أنا إحنا خطوتنا الأولى في برامجنا أول شيء تسأل الشخص أنت لماذا أنت موجود؟ هاي أول سؤال نسأله. كيف موجود؟ قلت له موجود هنا. لا 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 أنت ليش موجود على هالدنيا؟ أي أوكي جميلة. ليش موجود أنت بالدنيا؟ أي نحن نعلم ربنا يقول ما خلقنا هذا عبثا، فبالتالي أنت لم تخلق من باب العبثية. صح أوكي جميل جدا. طيب إذا أنت موجود لغاية، يا ترى لماذا؟ إحنا لو استقرأنا ديننا أو الأديان بشكل عام تركز على الجانب الإيجابي. بالضبط جميل. طيب إذا أنت دورك يجب أن يكون دور إيجابي. طيب لكي تكون إيجابيا لابد أن تبدأ تسأل نفسك وتقول طيب أنت وين اليوم؟ كم التاريخ اليوم؟ إحنا 28/29/2016 جميل. طيب تصور 26/29/2026 بعد 10 سنوات أنت عايز تكون فين؟ أيه. هو في بعض الإجابات الهدف. تقول لي أيوة. أيه. بعض الإجابات حتقول والله ما أعرفش ده عند ربنا. أنا ما قلت لك أين ستكون، أين ستكون ما حد يعرف، مش في العمر. أنا بتكلم على الهدف، على الحلم. أين التاعت. أنت تريد أن تكون؟ أيه. أخلي جميل يكون عندك حلم. والله أنا أطمع أني أكون مدير شركة. ممتاز ما فيش مشاكل. إذن هذا هو الهدف، خلينا نبدأ نشتغل عشان توصل لهناك. ماذا تحتاج؟ أيه. تحتاج أن يكون عندك معرفة عن كذا وكذا. ممتاز جدا إذا حطينا المعارف. تحتاج أن يكون لديك مجموعة من المهارات كذا وكذا وكذا. وتطور في هذه يا دكتور المهارات أنا لما عشان توصل أنك أنت أنا الشخص تبقى هاي لما أخليه يبدأ يكتب ماذا ينقصه من معارف، جوانب معرفية ومن جوانب مهارية ومن جانب سلوكية، أقول له ممتاز جدا حلو. الآن هذا اللي ينقصك. جميل. خلينا نبدأ نشتغل كيف حتغطي هالنقص. أنت لازم تتعلم، أنت لازم تتدرب دا 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 ويضع له خطة. وهذه إحنا نستخدم منهجية اسمها منهجية هملايا، اللي هي تستخدم إنه يعني كيف تصل إلى القمة. إلى الـ هذا. بس الخطوة الأولى إن يكون لديك هدف. صح. يعني الـ الـ أي إنسان لازم يكون لديه هدف. وبعدين ما في شيء إنه يقول لك والله أنا طبعا تجيك إجابات المحبطة. اوكي انه طب انا لو عملت شو حيصير لي؟ قلت اخي العزيز يعمل اللي عليك والباقي على الله. انت الم يكن في يوم من الايام كونك تدخل الجامعه، الم يكن في يوم من الايام هذا حلما؟ صح. صح. الم يكن في يوم من الايام انه يكون عندك موبايل هذا كان حلما؟ اهو انت خرجت الجامعه وهو عندك موبايل الان، وهكذا. فبالتالي الاحلام اللي كانت في يوم من الايام مجرد احلام اتحققت. صحيح. فإذا ليس هناك شيء اسمه مستحيل، ليس نظريا من جانب عملي. طب احنا الـ يعني الـ لما ناخذ واعطيهم انا امثله كثيره امامنا، يعني وين من اين الـ الـ كان الشخص بس وضع. انا شخصيا انا من الاشخاص اللي وضع خطه امامه والحمد لله، يعني بالعكس انا حققته، ولذلك انا اريد ان انقل تجربتي للآخرين. أنا بنبرة التفاؤل اللي حضرتك بتكلم بيها والحماسة والقوة دي، شايف إن ممكن مشاكلنا تتحل؟ البطالة مثلا ممكن تتحل بالتدريب والتنمية؟ والله يا سيدي أنا اللي أطلبه إنه هذا التفاؤل والحماس خلي يكون عندك أنت، وبدلا من أن تسأل يكون السؤال هل تعتقد أنها ستتم؟ بالعكس خلينا نقول نعم سنساهم. نحن لن نحل مشاكلنا، العالم مليان مشاكل، كل الدول تعاني من نفس الإشكالية. أيه. جيد. إنما بالعكس إحنا عندنا يعني أنت تعرف إنه مشاكلنا أقل بكثير من فرنسا. أعطيك مثال، فرنسا عندهم نظام المعونة الاجتماعية، ضمان الاجتماعي. يعني معنى آخر، إذا أنت شاب وما تشتغل ما لقيت شغل يدوك مخصص. طيب الآن شو اللي حدث؟ الحدث إنه الفرنسي اوكي فرضا يستلم، اذا هو عاطل عن العمل يستلم 1000 يورو بالشهر كعاطل. جميل. لو راح يشتغل حيستلم 1500 يورو. قال لك يا حبيبي واش هالصبحيه ليه؟ ما ناخذ 1000 يورو، ما ناخذ ال1000 واحنا جالسين اضمن واسهل واحسن. حلو. طيب من اللي ياخذ الوظائف؟
المهاجرين اللي جايين من برا. أيوه. جيد. وبالتالي أيوة صح. فبت الحمد لله إنه هذا مش عندنا. الحمد لله إحنا الآن الدولة ما قاعدة تعطي وإن شاء الله ما تعطي. أيوه. جيد. إنما بدلا من الدولة في بابا. جيد. فإحنا عايزين نشيل بابا شوية. ما هو العمل يا سيدي على نفسه. العمل يا سيدي مش بس للشباب. إحنا نتكلم على الشباب لكن المشكلة أيضا بالآباء. بالاباء هم ايضا عليهم ان يعيدوا تثقيفهم ونقول لهم يا جماعه زي ما كنتم انتم اوكي انا الاوان انتم ايضا كيف انتم تربيتوا. حضرتك سرت موضوع مهم جدا دكتور عبد الحميد في موضوع الاباء. هل حضرتك من رؤيتك وحضرتك خبير في التنميه البشريه ان الاباء والامهات اهملوا في التربيه بتاعت ابنائهم لذلك طلعوا جيل كسلان لهذه الدرجة؟ هل المسؤولية بتاعت يعني احنا ابائنا وامهاتنا كانوا بتعمل، هل دور المرأة اختفى من بيتها من منزلها؟ الفيس بوك خد الناس للدرجة دي وبقى في تفتت اسري، ما بقاش في انتباه للابناء للدرجة ان الابن دلوقتي بقى سلوكيات سيئة جدا، عدم تنمية حب الوطن فيه. هل حضرتك رؤيتك ايه في الموضوع؟ والله شوفي انت قلتي اهملوا. أيوة. وانا اتمنى لو كانوا بس اهملوا. هم تنصلوا. الاباء والامهات تنصلوا عن مسؤولياتهم. ايوه الاهمال معنى ذلك انه يعملوا شويه يعني وقصروا لكن ما فيش تقصير. تنصلوا من مهامهم سابوهم. أيوة. اليوم الأب والأم انشغلوا في زي ما قلتي متابعة التويتر والواتساب والفيسبوك وإلى آخره وكل ما هنالك أوكي خذ هم يريح دماغه بس على أيوة بالضبط أيوة. عايز يريح دماغه عايز يخلص بالضبط هو عايز بس يخلص. فبالتالي اللي حدث إنه الأب لا يمارس دوره. احنا يعني احنا كيف تعلمنا؟ ايوه اوكي يعني السلوكيات كيف تعلمناها؟ تعلمناها لانه من انك تجلس مع بابا تجلس مع ما تجلس مع بابا البنت تجلس مع امها لما الزوار يجوا البيت الابن يجلس اوكي. أيوة. ويستمع ويشوف الناس جالسه كيف ويتكلموا كيف ويتعاملوا مع بعض التواصل الاجتماعي الحقيقي مش الفيس من يوم ما كنا احنا صغار. جيد. لذلك هذه احنا اكتسبناها. الان الاب ما يشوف ابنه ما يعني صح. لما حتى لما يطلعوا شوف انت شوف الاطفال هي. الاسره معاهم اطفال لما ينزلوا الشوبينج مول تمام اول ما يعملوا يروحوا مكان الالعاب اوكي وينزلوا الولاد يروحهم هم يروحوا اوكي والاب والام طبعا الزوج والزوجه مش طايقين بعض وكل واحد راح يروح تمام ويتفقوا انه الساعه كذا بعد ساعتين ثلاثه سيلتقوا. طب انتوا طلعتوا لماذا خرجتم؟ ما كنتوا بالبيت كده طلع رحلة ما حد مش طايقه فبطيئة مصلحة يعني فبالتالي إذا إحنا لذلك الطفل الآن لما يكون في هذا الملعب أو في مع المربي إن كانت وجدت أو في المدرسة أو بالشارع دون توجيه من الأسرة ومتابعة إذا الأمور الابن البنت لو هي تعرضت لموقف معين وعايزة تكلم أمها مش لاياها مش لاياها مش عايزه ما فيش وقت صح. اوكي والكل قاعد يركض والدنيا باظ. ايوه بالضبط. فبالتالي نحن بالفعل لذلك هي منظومه متكامله. أيوة. نحن مو بس نتكلم على الشباب اوكي نحن ايضا علينا ان نتحدث مع ال ال الأسرة ولذلك نحن لدينا ايضا برامج ان كيف تنظم ميزانيه اسرتك. أيوة. يعني هي موجهة أساسا لأنه لحظي هي المال هو المفتاح لأنه الكل يقول لك يركض علشان يجيب صح. طيب إحنا لو استطعنا إن إحنا نبدأ ننظم هذه الميزانيات على مستوى الأسرة أوكي ونبدأ نشتغل شوية بس هو عايز له شوية جهد إنما لن مش الكل حي بس أنا لو استطعت أوصل هذه الرسالة لعشر أشخاص أو عشر أسر جميل العشر أسر حتوصلها لغيرها وهكذا إحنا نبدأ المهم أن نبدأ ويكفينا كفانا أوكي النصائح وكفانا أن إحنا ننظر وكذا عايزين نعمل على أرض الواقع خلينا كل واحد يعمل شيء. حضرتك شايف دكتور عبد الحميد أني إحنا كوطن عربي
بنهدر في الأكل قوي وبنهدر في فسحنا وبترفيهنا كتير. يعني ممكن تلاقي أسر متوسطة أو محدودي دخل بيبقى بردك فيها نوع من البذخ في استخدام الطعام وفي استخدام الخبز وفي استخدام الحاجات دي كلها. لذلك الدول الأوروبية متقدمة لأن هو عايز مثلا يجيب طماطم فبيجيب الحبتين. الرز بيتعمل مثلا على وجبة طبقين. لكن ما عندناش كده في الدول العربية. هل ده برضك من ضمن أزمة المعيشة؟ هذا صحيح. يعني شوفي أنا قبل أسبوع كنت في ابن خالتي هنا عزمني تمام على سمك. والله جاب كمية وإحنا كنا الثلاثة وكان المفروض يكون واحد يعني كان المفروض أربعة إنما الكمية تكفي 40 يعني كميات مهولة. طب لماذا؟ لماذا؟ لأنه إحنا عندنا خطية إنه يعني إن الكرم. الكرم أو لا لا هو مش كرم هو لا لا مش هو بهرجة هو بهرجة ومظهرية. نحن أصبحنا مجتمع يهتم بالمظهرية أكثر مما يهتم بالجوهر. الجوهر إحنا ابتعدنا عنه. فإحنا اللي يهمنا الآن أوكي لما تروح تبني شقة أوكي أهم شيء إنه شكلها يكون حلو. البنى الأساس. لذلك نحن نشوف إنه في بنايات يعني تخلص اليوم بعد ست شهور تروح تلاقي فيه شقوق. طيب كيف تم ذلك؟ لما تأخذ أنت اليوم تشتري الملابس تشتري كذا 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 جانب مظهرية الواحد يروح يشتري له تي شيرت أو قميص أوكي. طيب هو دخله في هذا القدر يروح يشتري له قميص أو بلوزة أو كذا بأضعاف مضاعفة فقط لأنه ماركة لأنه ماركة تجارية. طب يا أخي ماذا حدث في الصناعة بتاع بلدك بتاع بلدنا؟ ودي الثقافة اللي صدرها لنا الغرب يا دكتور اللي هي مش الغرب الغرب يعني احنا خدنا الجانب السيء فعلا من الغرب. لا يا طه هو الغرب صدر لينا كل حاجة صح. احنا استخدمناها وراهم منسقين. لكن في الغرب ما بيحصلش كده. يعني الغرب بيصدر لك لكن عنده في البلد بتاعته ما بيعملش كده. زي كرتون الأطفال حضرتك يا دكتور كرتون الأطفال في الغرب بيعلموا الطفل يعني إيه الرحمة بالحيوان صح. يعني إيه صح. القيم يعني إيه الإنسانية يعني إيه كذا. بل بالعكس بيصدر لحضرتك دلوقتي إن الطفل بيتفرج على كرتون كله عنف كله دم كله الدولة دي بتحارب دي فبيعلم أطفالنا إحنا العنف. لكن عنده هو عكس. فهل دون مسكوت عنه ليه في الدول العربية؟ أنا أقول لأن نحن أساسا هم لم يصدروا لنا شيئا نحن استوردنا جيد ونحن استوردنا الأسوأ واستخدمناه. يعني أنا بعطيك مثال. أنا كنت التقيت بأسرة فرنسية زوج وزوجته أوكي ومن ضمن الكلام معهم كانوا في برنامج تدريبي قالوا لي إنه هم ما عندهم أولادهم ليس لديهم آيباد ولا آيفون ولا كذا وممنوع الواي فاي في البيت. قلت له زي قال أيوة إحنا عندنا في الإمارات. هو فرنسي بس مقيم في الإمارات جميل بس بيحكي عن فرنسا. أيوة فأنا أقول له يا أخي أنت الآن هو مقيم يقول إحنا في بيتنا في دبي تمام ما عندناش واي فاي أبدا وممنوع على عيالي يستخدموا هذه الأجهزة. قلت لي ماذا؟ قال لأنه هذه الأجهزة تنقص من قدرات الطفل الأفراد على التخاطب لأنه حيعيش لوحده. فقلت له طيب مش هذا يعني؟ قال لي شوف مش ده التقدم بتاعكم؟ احنا عندنا انترنت موجود والكمبيوتر موجود وأي واحد طفل حتى لما عايز يتكلم أصدقائه في فرنسا التلفون موجود مفتوح افتح وكلم صاحب. إنما لا تجلس الدقدق لي هيك جيد هذا واحد. أنا رحت وقلت حق إخواني وخواتي اللي يعانون طبعا أنا شايفهم مع أولادهم بهذه و24 ساعة فقلت لهم قالوا لي هذا تلاقي أولاده تلاقي بخيل بقى أيوة تلاقيه بخيل واحد وتلاقيه إنهم جماعة معقدين أولاده قلت يعني طيب. تهمة جاهزة أيوة صح. فأنا ماذا فعلت؟ بنبنى نفسنا وعزمتهم عزمت الزوج والزوجة وأولاده أربعة جميل وجيوا البيت والأولاد جلسوا مع الأولاد وكذا كذا
وكلهم كانوا طبيعيين. لا أولاد متحضرين. ولم يكن لم يفتقدوا إنه والله كذا. وفي الفترة اللي جلسوا فيها حوالي ساعتين أطفالنا لم يلمسوا الأجهزة. أي. التواصل. كانوا يتكلموا وإلى آخره. شايف. هل فقدنا حتة التواصل؟ أيوة إحنا فقدنا حتة التواصل هذا صحيح. هذه جزئية. حتى في الأسر يا دكتور بقى في ما بقاش في صلة رحم. يا سيدتي نحن العيد معروف. العيد الأعياد لما تجي أوكي سواء كانت الإسلامية أو المسيحية قصدها هي إنه الناس تزور بعض بداية بأفراد الأسرة. اختصرنا دلوقتي بالوقت. أيوة هذا أنت تجلس الصباح خلاص عيدنا على بعض. كلامك صح دكتور أمين. يعني المكالمة نفسها الصوتية اتلغت بقيت دلوقتي واتس وببعت الرسالة من باب الكاسية بنبعت حتى الرسالة. أيوة حتى تلفون ما تستخدمها. حتى التلفون ما تستخدمها. إذا نحن هي ليست قضية عشان إحنا ما نكون يعني دوما نحط نفسنا إن إحنا الضحية. لا إحنا لسنا إحنا لسنا ضحية. أوكي. ما عندناش الفكر بس لأننا التوعية كفاية. نحن لو أخذنا زمام القرار واتخذنا قرار هي قضية ان احنا كونك ان تسير الامور تخليها كده خلاص اوكي فتحت انت السوق وفتحت كل شيء واحنا لسنا ضد التقنية لا بس والله شوفي الامر بسيط في البيت اوكي في البيت لو الاب والام اوكي يبدأوا يمارسوا دورهم ومعليش خلي الاولاد عندهم ايباد وعندهم كده معليش مشاكل انما طيب ساعتين بعد الساعتين خلاص تجهز أنا أعرف يعني أسرة بعد ساعتين يحطوا عندهم من توقيت كذا لكذا بعدها الأجهزة كلها تنحط في مكان لغاية بكرة بس. طب ده ياخدنا لسؤال إحنا محتاجين كده يا دكتور محتاجين كمان نشغل عقول أطفالنا المواد التعليمية بقت صعبة جدا الأبناء بقت حفيظة فقط لغير وليس بتفهم يعني ما فيش فهم ليهم كتعليم وهنا دي شيء كارثي صحيح. لأن الدولة اللي ما فيهاش تعليم صحيح بيطلع جيل إحنا شايفين حضرتك بما أنك الخبير تنمية بشرية التربية والتعليم في التغليظ المواد اللي إحنا بنشوفها منبثقة يعني أنا شفت كي جي تو عاملين كتاب إنجليزي صعب جدا جدا في الكلمات كلمات كبيرة ضخمة بيدوها للأطفال اللي هو في تمهيدي مفترض فهل ده النوع من أنواع أنك أنت بتقفل مخ الطفل الآلة الحاسبة اللي بقت نازلة عندنا في الرياضيات في أغلبية المدارس المستر دلوقتي يقول لك لا استخدم الآلة الحاسبة يبقى كده أنت وقفت مخ الطفل هل ده صحيح أم دي تكنولوجيا وكويسة يعني تفيد شوفي أما لما أول ما في التسعينات فرحونا جتنا أخبار سارة جدا وقالوا التكنولوجيا جاية وحتوفر علينا وقت أي تمام وإنه الشغلة اللي كنت تعملها في ساعة حتعملها الآن في دقيقتين أوكي جميل جدا ورحبنا بما يسمى هذا الكمبيوتر والحاجات اللي هذه كذا 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 جميل لكن ماذا حدث اللي حدث الآن إنه أنت 24 ساعة مش كافية تنهي ما يجب أن تقوم به أيوة. لماذا؟ لأنه هذه الأجهزة خلقت لنا أيضا أجزاء أخرى لست كنا في غنى عنها أيوة. الآن لما نجي للطلبة أوكي؟ هي الإشكالية نوينيات الإشكالية بدأت عندما وزارات التربية والتعليم حذفت كلمة تربية وسميت تعليم فقط أيوة. وبالتالي أصبح التركيز على التعليم التركيز على التلقين أيوة. بالأحرى أوكي؟ وبدأنا إحنا وبعدين بدأنا نقيس الجودة بالكمية أيوة. فالمدرس إذن أمام هذا الرزمة من الكتب وعلي أنه المهم أنه يكون الحمد لله خلصنا الصحصة هذه فهموا ما فهموش بقي لم يبقى مش مشكلة المهم يخلص المنهج أيوة. الطالب عندما يتعلم شيء أو المدرس نفسه عندما يعلمهم شيء هو لا يعلم لماذا هو يعلمهم كذا أيوة. يعني احنا لما تعلمنا وكلكم تذكرون اوكي بالثانويه لما علمونا نظريه نيوتن وفيثاغورس والكلام هاي كنا في ذاك الوقت كانوا يقولون لنا شيء انه انت تتعلم النظريات من اولها حتى تعرف الاخر تعرف الغلط حتى تفهم الصح انما هذه النظره اوكي بدات تغيب عنا وبالتالي احنا البعد عن الكم
والبعد عن المظهرية هذه للأسف حولونا يعني التعليم بدل ما هو متعة حولوه لهم. صحيح. احنا للوقت للأسف انتهى، كنا عايزين نستفيد اكتر واكتر، وانت اضافة حضرتك عايز حلقات طبعا ده موسوعة وعنده ثراء فكري ومفردات جميلة خالص، المفروض ان شاء الله تعالى يكون لنا لقاء تاني ان شاء الله. كل شكر والتحية لزميلتي الاعلامية القديرة أمان الموجي، ربنا يخليك يا شرف واضافة لي وجود النهاردة معاكي، شرفتنا يا دكتور. وللمحترم الجميل اللي خدنا منه جرعة ثقافة وطنية قبل الثقافة هو الدكتور عبد الحميد الرميسي، الخبير الدولي للتنمية البشرية والمدير التنفيذي لمؤسسة مصر الامارات، لكل التوفيق ان شاء الله تعالى في المؤتمر القادم اللي النجاح هيكون عنوانه باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا، نورتنا يا دكتور. شكرا نورتنا مشاهدينا في صدى العرب، لكل العرب الاسبوع اللي جاي ان شاء الله كل ما هو جديد ومفيد وانفرادات جديده لصدى العرب، استنونا.